بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ معاكم ريض 151-801 للمستوى الأول الصف الأول ثانوي. نبتدي الجزء الثاني من درس حساب المثلثات. ناخذ الأهداف اللي عندنا اللي هي إيجاد النسب المثلثية باستعمال المثلث القائم، استعمال النسب المثلثية لإيجاد قياسات زوايا المثلث القائم، واستعمال النسب المثلثية لحل المثلث القائم. إني الحين ناخذ مفهوم جديد اللي هو معكوس النسب المثلثية، ومتى أنا أستخدم هذا المفهوم الجديد اللي عندي. إني نشوف هني عندي معكوس الجيب ومعكوس جيب التمام ومعكوس الظل. أول واحدة ببتدي فيها معكوس الظل اللي هي tan الـ A تساوي X. شنو يعني معكوس الظل؟ معكوس الظل أن أنا بوجد الزاوية A. شلون أوجدها؟ بهذه الطريقة اللي هي M هني معناتها ميجر، يعني قياس، لذلك أنا اختصرتها بالحرف M. بعدين أيا أشوف هني هذه رمز الزاوية، ألاحظ أن رمز الزاوية هو ليس أصغر من. أنا عارف أن أصغر من الضلع اللي تحت مايل، بس هني رمز الزاوية ذي يكون الضلع اللي تحتي سيدة مستوي، خلاص؟ فأنا بقول قياس الزاوية A يساوي هذه هو معكوس النسبة المثلثية للتان. متى أستخدمه؟ فقط أستخدمه لإيجاد زاوية. إنزين شلون أستخدمه وشلون أطلعه؟ أيا يود الآلة الحاسبة العلمية وأضغط على شيفت التان. طبعاً في الدرس السابق عرفت أن في زر من الأزرار اسمه تان. الحين قبل أضغط ذي الزر أستخدم الشيفت، بعدين أضغط التان فيطلع لي معكوس التان، أحط الرقم اللي عندي اللي هو X فتطلع لي الزاوية اللي أنا طالبها من عندي في السؤال. نروح حق لو كان عندي اللي هي جيب التمام اللي هي كوساين الـ A تساوي X. X هو أي عدد، فباي بقول شو أطلع الزاوية A بنفس الطريقة. بيقول قياس اللي قلنا قبل شوي الميجر الزاوية، وقلنا مرة ثانية هذه الزاوية وليست أصغر من. الزاوية A تساوي معكوس الكوساين، أربز له بذي الرمز للعدد اللي عندي إياه، فتطلع لي قيمة الزاوية اللي أنا أبيها. آخر واحدة اللي هي ساين الـ A تساوي X، عندي X أي عدد وأبي الزاوية A. بنفس الطريقة بستخدم اللي هو شيفت الساين. دائما لأي زاوية أوجدها للنسب المثلثية أول شيء أضغط الشيفت، بعدين أضغط الزر اللي أنا محتاجته سواء كان تان أو كوساين أو الساين، فيطلع عندي قياس الزاوية A يساوي معكوس اللي هو الجيب، فتطلع عندي القيمة المطلوبة عندي للزاوية. إني نشوف مثال مع بعض. المثال يقول لي باستعمال الحاسبة أوجد قيمة X إلى أقرب درجة. عطاني هذين الثلاث نسب مثلثية. بلاحظ مكتوب لي ساين X، وإحنا قلنا دائما النسبة المثلثية يمها الزاوية، العدد اللي عندي إياه للزاوية. هني بلاحظ ما عندي عدد، عندي متغير اللي هو X. لازم أطلع ذي المتغير. عشان أطلع ذي المتغير أستخدم اللي قلته قبل شوي اللي هو معكوس النسب المثلثية. إني نشوف أول واحدة، لأن أبي الزاوية X وعندي هني الساين، فأنا بقول معكوس الساين اللي هو بذي الشكل، ندخله في الآلة الحاسبة شيفت ساين، الزر اللي هو الساين للعدد اللي عقب اليساوي، فطلع عندي أقول يساوي، طلع لي هذه العدد بذي الشكل. إنزين هل أخليه بذي الصورة أو أكمل؟ أرجع للسؤال، قال لي إلى أقرب درجة. معناته إلى أقرب درجة يعني إلى أقرب عدد صحيح حقيقي، فأنا أخليه بدون هذه المنازل العشرية. إنزين أيا أشوف هالمنزلة العشرية عقبها أي رقم؟ خمسة. هل الخمسة في الحلقة السابقة في الدرس السابق من الأعداد اللي تعطي ولا ما تعطي؟ بلاحظ أن الخمسة من الأعداد اللي تعطي، لذلك بقول خمسة بتعطي الثلاثة واحد، فبتصير 14، والمنازل العشرية كلها أشيلها مع الفاصلة العشرية. زين خلنا نروح حق الكوساين X عشان أوجد الزاوية X، فبيقول
اكس تساوي شفت الكوساين اللي هو معكوس الزاوية معكوس الكوساين النسبة المثلثية، فيطلع عندي هذه الإجابة. نفس الشيء أي أروح حق المنزلة العشرية، هذا أخذ الفاصل العشري وأشوف هذه المنازل العشرية، هو قال لي لأقرب درجة، يعني ما يبي أي منزلة عشرية، فبروح عندي هني بقول الصفر هل تعطي ولا لا؟ طبعا ما تعطي، لذلك تطلع الإجابة 131 درجة وما انسى الدرجة لأنها زاوية. أروح آخر شيء حق التان ويقول أن الإكس تساوي اللي هي الزاوية تساوي شفت التان اللي هو معكوس التان أو معكوس الظل للعدد اللي عندي إياه، فيطلع العدد بذي الشكل. قال لي لا أقرب درجة، يعني لا أقرب عدد صحيح، فأروح حق المنزلة الفاصلة العشرية اللي عندي هني أشوف عقبها التسعة، التسعة تعطي ولا لا؟ بلاقي إنهم الأعداد اللي تعطي، فبتعطي واحد، تعطي من؟ تعطي الثمانية اللي قبلها اللي على جهة اليسار، فبيطلع عندي الإجابة هني 69 درجة. وبذي الشكل عرفت شلون أنا استخدم معكوس النسب المثلثية لإيجاد الزوايا. ننتقل إلى تمرين آخر باستعمال الحاسبة، أوجد قيمة X في كل مما يأتي إلى أقرب درجة. أعطيكم الوقت الكافي عشان تحلون ذي التمرين، بعدين نرجع مرة ثانية نشوف الإجابة. نرجع مرة ثانية إلى التدريب اللي عندنا ونشوف الإجابات اللي طلعت لنا. أشوف بذي الشكل أول واحدة الساين الإكس الزاوية لها اللي هي معكوس النسبة المثلثية للساين تطلع عندي بذي الشكل ذي العدد، والناتج إلى أقرب درجة يطلع 31، واللي بعدها تطلع معكوس النسبة المثلثية للكوساين فتطلع عندي X تساوي 44 درجة، وآخر واحدة اللي هي معكوس التان فبتطلع عندي 54 درجة لأن الأقرب درجة مطلوب من عندي في السؤال. ننتقل إلى مثال آخر. استعمل الآلة الحاسبة لإيجاد قيمة X إلى أقرب جزء من 100. عندي ذي الشكل وقال لي أوجد قيمة X. إنزين أنا بلاحظ أن هني هذه X زاوية صح؟ فلما أشوف أنه هو زاوية معناته بستخدم معكوس النسب المثلثية، ما استخدم النسب المثلثية اللي استخدمتها في الدرس السابق، بيحتاج معكوس النسب المثلثية. إنزين ناخذ الحين كل ضلع من اللي عندي عليهم أرقام ويشوف منهما. طبعا الأربعين هو الضلع اللي قابل الزاوية القائمة، إذا هو من؟ هو الوتر، فبكتب عليه الوتر. التسعة هو الضلع المجاور للزاوية X، فهو بسميه المجاور. إذا عندي مجاور وعندي وتر. الحين أرجع أشوف شنو النسبة المثلثية المناسبة عندي اللي هي كوساين X، هي عبارة عن المجاور على الوتر، والمجاور تسعة والوتر أربعين، فبيطلع عندي تسعة على أربعين. ليش أنا حطيت الزاوية بإكس؟ لأنها مجهولة، فلذلك أنا حطيتها المتغيرة اللي عندي إكس، وما أنسى أحط
الدرجة. إنزين أنا أبي الزاوية لأنه هو قال لي أوجد قيمة X، فأتذكر سيدة معكوس النسبة المثلثية للكوساين اللي هو جيب التمام، فبيبقى أقول X درجة اللي هي الزاوية اللي أنا أبيها تساوي، شفت الكوساين للعدد اللي عقب يساوي اللي هو عندي هني العدد النسبي اللي هو 9/40، أدخلهم في الآلة الحاسبة وأوجد الإجابة، تطلع X تساوي العدد اللي عندي هني درجة. زين قال لي في السؤال إلى أقرب 100، معناته أن عقب الفاصلة العشرية عندي عددين، فبروح هني بشوف عندي من؟ عندي 99 صح؟ أروح حق التسعة اللي هني الثانية، أشوف من العدد اللي عقبها؟ السبعة. هل السبعة من الأعداد اللي تعطي ولا لا؟ خذينا في الدرس السابق أن السبعة من الأعداد اللي تعطي، يعني السبعة بتعطي واحد، بتعطي من؟ تعطي ذي التسعة. شو تصير؟ تصير عشرة. يصير أنا أحط عشرة؟ طبعاً لا، ما أقدر أحط عشرة، فأحط الصفر والواحد أحطه على العدد اللي عقبها. بلاحظ أن كذلك العدد اللي عقبها تسعة، فتسعة زائد واحد بعد عشرة، يصير أحط عشرة؟ طبعاً لا، فبحط صفر وأخذ الواحد أوديه بعد إلى العدد اللي عقبها من جهة اليسار، إحنا كلنا نمشي يسار، فبحطها على الستة، بتصير ستة زائد واحد تصير سبعة، لذلك أنا بكتبها تساوي 77.0. ليش؟ لأنه قال لي لأقرب جزء من 100، ما يصير أخليها عدد صحيح حقيقي. ليش؟ لأنه هو قال لي لأقرب جزء من 100، فلازم أحدد له اللي هي الأعداد اللي موجودة في الخانتين ذرين اللي هما الصفر. وبذي الشكل أنا انتهيت من هذه المثال. ننتقل إلى مثال آخر، استعمل الآلة الحاسبة لإيجاد قياس الزاوية كي. ولاحظ هني رمز الزاوية، الزاوية كي مقرباً إلى أقرب درجة، وعطاني ذي المثلث. الحين باي أبتدي معاكم أحدد الزاوية كي، أشوف الأعداد اللي عندي شو تصير حق الزاوية كي، بلاقي إنه 15 هو الضلع اللي قابل الزاوية القائمة، إذن هو الوتر، والثلاثة هو الضلع اللي مجاور للزاوية كي، فأسميه المجاور. زين عندي مجاور وعندي وتر، إذا هني عندي النسبة المثلثية اللي هي الكوساين كي درجة. وليش حطيت كي؟ لأن هي المجهولة وهي المطلوبة عندي في السؤال، فبقول تساوي المجاور 3 على الوتر 15. إذا قياس الزاوية كي يساوي، قلنا أي زاوية عشان أطلعها لازم أقول معكوس النسبة المثلثية، هي معكوس الكوساين، فبقول شفت الكوساين لمن؟ لثلاثة على 15، فيطلع عندي يساوي هذه العدد. قال لي إلى أقرب درجة، عشان أقول إلى أقرب درجة، فباي بشوف هني عندي معناته ذي العدد بدون فاصلة، بس لازم أتأكد هل العدد اللي على جهة اليمين يعطي الثمانية ولا لا؟ هذه الأربعة نعرف أنها من الأعداد اللي ما تعطي، لذلك بتصير الإجابة 78 درجة. وبذي الشكل أنا انتهيت من هذه المثال. إني نشوف التمرين اللي بعده، يقول لي في الشكل المجاور أوجد قيمة X. عندي هذا الشكل المجاور وعندي الأعداد الموجودة عليه والزاوية المجهولة اللي هي X درجة. أعطيكم الوقت الكافي عشان تحلون ذي المثال، بعدين نرجع مرة ثانية نشوف الإجابة مع بعض.
الحين نشوف الإجابة اللي عندكم، لأن مقابل ومجاور فأنا استخدمت 10 الإكس. ليش الإكس؟ لأن هي زاوية المجهولة، لذلك أستخدم معكوس 10 اللي هو شيفت 10 بالآلة الحاسبة، وأدخل العدد اللي عندي 15 على 18 فتطلع الإجابة اللي عندي، وبالتقريب يطلع عندي ذي الشكل. ليش؟ لأن قال لي لأقرب 1000 معناته 3 منازل عشرية، بشوف عقب الخمسة في خمسة، هل خمسة تعطي ولا لا؟ نعم الخمسة بتعطي واحد حق الخمسة اللي بعدها جهة اليسار، فبتصير 6، وباقي الأعداد تنزل نفس ما هي. وبذي الشكل أنا انتهيت من هذه التدريب. ننتقل إلى مثال آخر من واقع الحياة. إني نقول من المعروف أن استخدام القلم الحبر في الاختبارات غير مفضل، لا سيما المنتصف والنهائي، ولكن أسامة استخدم القلم الحبر لحل السؤال التالي، فوقعت بعض نقاط الحبر على حله كما هو موضح، فهل تستطيع مساعدة أسامة إكمال الحل؟ إني نشوف الشكل المجاور ويقول لي أوجد قيمة X لأقرب جزء من 10. أنا بعرض لكم الإجابة وفي أجزاء مخفية، أعطيكم الوقت الكافي عشان تشوفون الحل وتشوفون تعرفون هذه الأجوبة الأجزاء المخفية ولا لا. نعطيكم الوقت الكافي. نرجع مرة ثانية إلى التمرين ونشوف الأجزاء المخفية. طبعاً طلع لنا ساين، ليش؟ لأن عندي زاوية عندها الضلع المقابل 12 على الوتر اللي هو 17. الساين الإكس لأنها زاوية فأنا بستخدم معكوس الساين اللي هو شفت الساين يطلع بذي الشكل الرمز على نفس العدد اللي أنا كتبته فوق. أكتب الإجابة وقال لي لأقرب جزء من 10، يعني منزلة عشرية واحدة عقب الفاصلة العشرية، إذا تطلع لي بذي الشكل. ليش طلعت لي بذي الشكل؟ لأن عقب الفاصلة العشرية عندي 9 فقط وناخذ منزلة واحدة، انزل العدد اللي عقبها شنو؟ صفر. هل الصفر يعطي ولا لا؟ بلاحظ أن الصفر من الأعداد اللي ما تعطي، لذلك تطلع الإجابة 44.9 درجة لأنها زاوية، لذلك أنا حطيت درجة. وبذي الشكل أنا انتهيت من هذا التمرين. ننتقل إلى جزء آخر، نروح حق المثال اللي عندنا هنا. يقول لي حل المثلث القائم المجاور مقربا أطوال الأضلاع لأقرب عشر وقياسات الزوايا لأقرب درجة. مدام قال لي حل المثلث يعني لازم أوجد جميع الزوايا وجميع الأضلاع لهذه المثلث قياساته، فبغي أشوف عندي ذي المثلث عطاني زاوية 23 وعطاني ضلع 16، وأنا عارف أن عندي زاوية 90، إذا في مجهول عندي اللي هو الضلع ذي اللي هني بسميه واي، والزاوية هني بسميها إكس، وعندي بعد ضلع اللي هو زد، لأن أنا عندي ضلع قياسه وضلعين مجهولين فسميتهم، وزاويتين معروفين وزاوية واحدة مجهولة. إني نشوف الحين شلون أنا باي أستخدم الحل في إيجاد كل هذه المعلومات. عندي الزاوية 23 درجة، زين أنا عارف أن المثلث أي مثلث قياس جميع زوايا 180، وأعرف أن المثلث القائم الزاويتين الثانيين الغير الزاوية القائمة مجموعهم 90، فشلون أنا أوجد الزاوية X؟ باي أقول
أول شيء قبل لا أوجد الزاوية X خلنا نحط المعلومات، الضلع المقابل للزاوية 23 بكتب عليه المقابل، والضلع اللي يم الزاوية 23 بحط عليه المجاور. الحين باي أوجد اللي هو الـ X الزاوية اللي بقت عندي في المثلث. أنا قلت المجموع ذلين الزاويتين 90، بدهم عندي واحدة 23، إذا بقول 90 ناقص 23 بيطلع عندي 67 درجة، وبذلك أنا خلاص عندي جميع الزوايا. الحين بقى من عندي؟ بقى الضلعين اللي ما عندي هم مجهولين، اللي هو Y والزد. هني نشوف مع بعض. هني بقول تان 23 اللي هو المقابل على المجاور. ليش؟ لأن أنا هني أبي أوجد هذه زد، أوكي؟ فباخذ المقابل على المجاور. وليش خذيت المجاور؟ لأنه هو الضلع المعروف عندي. فهني بسوي الحسابات اللي عندي، طرفين في وسطين بضرب تان 23 في 16 عشان أطلع الزد، فبيصير زد تساوي 16 تان 23، أدخلها في الآلة الحاسبة فتطلع عندي الإجابة بذي الشكل، فيطلع عندي زد تساوي 6.79159. وقال لي إلى أقرب عشر الأضلاع، إلى أقرب عشر فهي منزلة عشرية واحدة، فبقول التسعة هذه هل تعطي السبعة ولا لا؟ بلاقي أن التسعة من الأعداد اللي تعطي، فبتصير 6.8. خلاص فطلعت الزد. الحين بقى من عندي أطلع الواي. فعشان أطلع الواي اللي هو الوتر، بستفيد من الضلع اللي هو 16 للزاوية اللي هو المجاور. بقول من عندي مجاور ووتر، بلاحظ أن النسبة المثلثية كوساين هي الأنسب عندي، لأن الكوساين هي المجاور على الوتر. بسوي الطرفين في وسطين، بضرب واي في كوساين 23 يساوي 16. بعدين أنا أبي فقط الواي، فباي باخذ الكوساين لأنها مضروبة في الواي، بوديها بالقسمة الطرف الثاني، يعني هذه بوديها هني تحت الستعش بالقسمة، فبتصير عندي الإجابة تساوي بالآلة الحاسبة. هني طبعاً اختصرنا الكوساين مع الكوساين لأن قسمت الطرفين على كوساين 23، فتطلع الإجابة واي تساوي 17.4 لأن إلى أقرب عشر. خلاص؟ فأتأكد هل أنا أوجدت جميع الزوايا وجميع الأضلاع المجهولة؟ بلاقي أن أنا طلعت X وطلعت الواي وطلعت الزد، إذا أنا انتهيت من المثال اللي عندي. ننتقل إلى جزء آخر، نشوف التدريب اللي عندنا. حل المثال المثلث القائم المجاور مقربا أطوال أضلاع إلى أقرب عشر وقياسات الزوايا إلى أقرب درجة. عندي ذي المثلث، الحين أنتوا أبيكم تحلون المثلث وتطلعون لي الزوايا المجهولة والأضلاع المجهولة. نعطيكم الوقت الكافي. بعد ما أخذنا الوقت الكافي نرجع حق التمرين اللي عندنا ونشوف الإجابة. طبعاً حطينا المعلومات على المثلث، إني نشوف الإجابة. طبعاً عندي زاوية R هي المجهولة، فالزاوية R طلعت لي 28، وبعد عندي ضلعين مجهولين اللي هو المجاور والمقابل اللي هو QP اللي طلع لي عندي هناك اللي هو 4.7، وعندي PR طلع لي 8.8.
وبذي الشكل انتهيت من ذي التمرين. ننتقل إلى جزء أو تدريب آخر، نفس الشيء يقول لي حل المثلث الغام مجاور مقربا أطوال الأضلاع إلى أقرب عشر وقياسات الزوايا إلى أقرب درجة. عندي ذي الشكل، أنتوا الحين بتطلعون لي الزوايا المجهولة والأضلاع. أعطيكم الوقت الكافي. نرجع إلى تمريننا ونشوف الإجابة اللي عندنا. طبعاً أول شيء خذت زاوية R وحدد المقابل والوتر عشان يطلع الزاوية R، فعشان كذي استخدم الساين وياب شفت الساين، فطلعت الإجابة عندي بذي الشكل، قياس الزاوية 42 درجة لأن إلى أقرب درجة، لذلك أنا احتاجيت معكوس النسب المثلثية عشان أطلع زاوية ثانية. بعدين أشوف الزاويتي عشان أطلعها فقط أطرح 90 ناقص الإجابة اللي أنا طلعتها فتطلع الزاويتي 48 درجة. الحين يبقى عندي ضلع واحد مجهول اللي هو RS، بستخدم اللي هي التان، بقول المقابل على المجاور اللي هو المجاور اللي هو المجهول، RS مجاور للزاوية 42 طرفين في وسطين، بعدين أقسم الطرفين على تان 42، أطلع الإجابة بعد الاختصار تطلع لي هذه الإجابة، وإلى أقرب عشر فتطلع 6.7. وبذي الشكل انتهيت من هذا التمرين. ننتقل إلى آخر جزئية اللي هو التحدي، فهذه السؤال لكم تحلونه ونشوف من يقدر يحل هذه التمرين في الشكل المقابل، أوجد قيمة X وY إلى أقرب درجة، وأعطيكم الوقت الكافي. نرجع مرة ثانية إلى التمرين اللي عندنا تحدي ونشوف الإجابة اللي عندنا. طبعاً أنا حددت كل شيء، استخدمت ساين الإكس وطلعت الزاوية إكس تطلع 42 درجة، وبعدين استخدمت كوساين الإكس وطلعت بي سي
فتطلع الإجابة 26.8 وطلعت دي بي تساوي سي دي، لأن هاي عندنا المعلومة في السؤال، وطلعت 13.4. وآخر شيء أبي أوجد الزاوية واي، فاستخدم شيفت التان اللي هو معكوس النسبة المثلثية تان، فتطلع عندي 29 درجة. وبذي الشكل انتهيت من درس حساب المثلثات، وأشكر لكم حسن استماعكم، وأرجو للجميع النجاح والتفوق.